للحديث أكثر عن البيان الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عن التعذيب في السجون الحكومية والميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بكم دكتور أيمن العاني في بيانكم الذي أصدرتموه بشأن في قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين بشأن استمرار عمليات التعذيب، انتهاكات التعذيب. يعني أخذتم حالة المواطن علي الجبوري للتدليل على الحالة التي هي موجودة في العراق في السجون تحديدا. هل ترى أن يعني فعلا يعني حالة علي الجبوري المواطن العراقي من مدينة بابل هي حالة فردية، حالة خاصة مثل ما تدعي الحكومة، أم أنها حالة سائدة وحالة منتشرة وبشكل كبير من منذ احتلال العراق وإلى الآن؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الكرام. حقيقة الحالة التي وردت في التقرير هي يعني حالة واحدة وراءها حالات كثيرة بالآلاف تطابق هذه الحالة، لكن يعني ارتأينا أن يكون الموضوع في هذه الحالة لأنها معلوم أنه اشتهرت في مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها صدى كبير بين الأوساط الحقوقية المحلية والدولية حقيقة. لذلك نحن يعني واردنا هذه الحالة لتكون مثالا لا لبس فيه ولا حجة للجهات الحكومية في التنصل من هذه المسؤولية، وإلى اليوم لا يوجد أي محاسبة فضلا عن معاقبة للمرتكبين الذين أخضعوا المواطن العراقي علي الجبوري إلى الانتهاك والتعذيب بأبشع أساليب التعذيب والانتهاكات التي خضع لها خلال الاعتقال والتي أجبر على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، والدليل على ظهور الزوجة بعد مدة واضطرار حقيقة الجهات الحكومية إطلاق سراح هذا المعتقل البريء في النتيجة، ومثله طبعا آلاف وآلاف. وورد في التقرير أن قسم حقوق الإنسان قد رصد ووثق الآلاف من هذه القضايا، ولدينا في الأرشيف كثير من هذه القضايا التي تدلل على استمرار وإصرار الحكومات المتعاقبة في العراق على التستر على عمليات التعذيب الجارية في السجون. وأيضا إضافة إلى السجون الحكومية المعلنة هنالك سجون سرية، هذه السجون السرية يعني ليتصور المواطن ماذا يحدث فيها إن كان هذا الذي يحدث في السجون الحكومية المعلنة. دكتور أيمن، يعني هذه الانتهاكات التي تحدث في السجون من وجهة نظرك، يعني هل هو الخلل في المنظومة الجنائية المنظومة العدلية في العراق؟ إذا كان الخلل فيها هي تحديدا، كيف تسير على أي معايير؟ أخي الكريم، مع الأسف الشديد المنظومة القضائية في العراق بعد 2003 يعني تشوبها عيوب كبرى، وهي تفتقر إلى الأولويات العدلية كالاستقلال والحياد، وإضافة إلى ذلك المحاكمات التي تجري في العراق بعد 2003 ولا سيما في الحالات الجنائية فهي محاكمات يعني ترقى أن تكون محاكمات غير عادلة، محاكمات غير قانونية، محاكمات يعني لا يمكن أن توصف إلا أن تكون مهازل حقيقة. يعني في العراق اليوم كل القضايا التي صدر عنها أحكام الإعدام، جميع القضايا وأنا مسؤول عن كلامي، تعرض المتهمون فيها إلى أساليب تعذيب وحشية أجبرتهم على الإدلاء باعترافات بجرائم لم يرتكبوها. فهذا ولدينا الكثير الكثير من هذه الحالات، يعني آلاف الحالات في هذا الموضوع. ف
يعني كل هذه الأحكام، وخاصة ولا سيما أحكام الإعدام، تستوجب هنا إعادة النظر والمراجعة، لأن هذا الأمر يعني غير قابل للتعديل أو التصحيح إذا ما تم تنفيذ الحكم، وهو يعني إزهاق روح بريئة بالنتيجة، أمام آلاف الملفات وآلاف القضايا التي تتضمن هذه الحقيقة. طيب دكتور أيمن، مع كل تشكيل حكومة في العراق يتعهد رئيسها بمراعاة المعايير التي تقف بالضد من استخدام ممارسات التعذيب في السجون، ولكن لماذا لا تلتزم الحكومات المتعاقبة بكل تعهداتها وسياسة التعذيب في السجون، سياسة ممنهجة مستمرة وإلى الآن هي يعني موجودة؟ الحكومات المتعاقبة في العراق بعد 2003 هي تعلم أنها لا تستطيع الإيفاء بهذه الالتزامات، لأنها حكومات تشكلها ميليشيات، حكومات تشكلها جهات خارجة عن القانون، تشكلها مجموعات لا تعي معنى القانون ولا تعي معنى الالتزام. فبالنتيجة هذا الذي وصلنا إليه اليوم، ما يجري داخل المعتقلات الحكومية المعلنة والمعتقلات السرية الأخرى التابعة للأحزاب المتنفذة والميليشيات، حقيقة يعني مأساة حقيقية يعيشها المعتقلون خلف جدران تلك الأماكن. فهذا الذي يحدث اليوم، مثلا لدينا اتفاقات، جميع الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، جميع هذه الاتفاقات تفرض على الدول الأطراف الالتزام بها ومكافحة الانتهاكات ومتابعة القضايا وفتح تحقيقات حاسمة وشفافة في الموضوع، إلى جانب ضمان عدم إفلات المرتكبين من العقاب. ماذا حدث ولا يزال يحدث في العراق هو إفلات المرتكبين من العقاب، عقوبات حقيقة يعني متواضعة، يعني لم تصب الهدف منها، لأنها يعني عقوبات خفيفة، عقوبات بالنسبة للمرتكبين لأعداد قليلة جدا من المرتكبين، طبعا طالتهم هذه العقوبات، وهي عقوبات إما نقل من مكان إلى آخر، وإما إعفاء من المنصب، وإما كلها عقوبات يعني غير رادعة، عقوبات غير جادة الجهات التي تعتمدها، غير جادة في إنهاء هذه الحالة. وبالتالي أصبحت ظاهرة، تفاقمت ظاهرة الإفلات من العقاب، والسجون العراقية في العراق اليوم كلها يعني مسارح لانتهاكات حقيقة مروعة بحق المعتقلين، فضلا عن الأمور الأخرى من الاكتظاظ داخل السجون وغياب الخدمات الصحية في ظل أزمة جائحة كورونا والمشاكل الأخرى وافتقارها إلى أبسط معايير حقوق الإنسان. فهذا كله مجتمعا لا يمكن أن يكون إلا أمرا ممنهجا. طيب تسير عليه دكتور أيمن، دائما عندما نذكر حقوق الإنسان يعني بشكل مباشر يأتي إلى الأذهان دور المجتمع الدولي، نرى أن المجتمع الدولي دائما ما يتغنى بحقوق الإنسان سواء في كل بقاع الأرض. في العراق تحديدا لماذا تغيب يعني قضية حقوق الإنسان؟ هل للعراق يعني خصوصية معينة مختلفة تختلف عن باقي كوكب الأرض؟ لماذا فقط في العراق يتم انتهاك حقوق المواطن سواء داخل السجن أو خارج السجن؟ أين المجتمع الدولي مما يجري في السجون من تعذيب؟ حقيقة موضوع المجتمع الدولي أخي الكريم، مع الأسف الشديد المجتمع الدولي ينظر بازدواجية بالنسبة للحالة العراقية، وهو يعني يتذرع بحقوق الإنسان للتدخل في شؤون هذه الدولة أو تلك. لكن في الحالة العراقية الجهة المعتدية هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الذي قادته هذه الدولة وحكومات الاحتلال التي فرضها هو بنظام طائفي، بنظام محاصصة نقيض،
وبالتالي طبعا للحالة العراقية خصوصية في هذا الموضوع، لكن لا توجد إرادة سياسية حقيقية دولية لمحاسبة المرتكبين. أولا يعني بالنسبة للقوى، توازن القوى الدولية كما ذكرت، وثانيا المصالح، هي تحقق المصالح في العراق، لذلك هي غير مكترثة وتتجاهل في معظم الأحيان الانتهاكات الصارخة التي تجري في العراق. ويعني اليوم مثلا نحن مقبلون على موضوع الانتخابات، والجميع المشاركين في هذه الانتخابات هم الجهات المشتركة في العملية السياسية، وهم جميعهم متمتعون بالإفلات من العقاب. هنالك جرائم حقيقة يندى لها الجبين حدثت ولا تزال تحدث في العراق، لا يوجد هنالك محاسبة لهؤلاء المرتكبين لأنهم يشاركون في هذه العملية السياسية. نعم، عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.